تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبع الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد حول استقالة المستشار سري صيام من مجلس النواب. النهاردة من الأحداث الرئيسية في مصر ما نشرته المواقع عن تقديم المستشار سري صيام لاستقالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. كان ينبغي أن يقدمها إلى رئيس مجلس النواب، إلا أنه اختار أن يقدمها للأمانة العامة لمجلس النواب. طبعا صدمة لاستقالة المستشار سري صيام من مجلس النواب، وفي حال قبول الاستقالة سوف تتضاعف الصدمة لدى الذين تابعوا مجلس النواب. المستشار سري صيام هو رئيس محكمة النقد، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو مفكر قانوني ودستوري، هو صاحب مؤلفات رصينة ومحترمة، وبالتالي كان في استبشار بوجود اسمه من بين الذين عينهم السيد الرئيس في مجلس النواب. لكن الصدمة في أنه بعد مدة قليلة جدا يقدم استقالته من مجلس النواب. طبعا هي خسارة فادحة لعالم من أعلام القانون والعمل القضائي في مصر، خسارة فادحة لأنه المجلس كان محتاج إلى رصانة وإلى ثقل، والمستشار سري صيام كان نموذج لهذه الرصانة اللي كانت مفيدة جدا لمجلس النواب. والحقيقة تصريحه هو كمان كان في منتهى الرصانة لما طلع وقال أنها صفحة وطويت ولن أتحدث عن ذلك. طبعا هي خسارة فادحة، نأمل إذا كانت هناك إمكانية لرفض هذه الاستقالة وإقناع المستشار سري صيام بالبقاء، دي يبقى رائع جدا. وفي حال أنه تتم قبول استقالة فطبعا أتمنى له كل النجاح والتوفيق في الحقبة القادمة من حياته بعد مجلس النواب. اثنين، هل يلتقي الرئيس السيسي وأردوغان في السعودية؟ وأنا في السعودية قابلت مسؤولين كتير، كان جزء من اللي بسمعه في أكتر من مكان في الرياض إنه الرئيس السيسي قد يلتقي الرئيس أردوغان في السعودية قريبا. اللي بيتكلموا في هذا الإطار بيقولوا في وساطة سعودية بين مصر وتركيا، هدفها إن الرئيس السيسي يجلس مع الرئيس أردوغان ويتم طي صفحة الماضي وفتح صفحة المستقبل، لأن في تحديات كبيرة جدا بتواجه البلدين معا، أو مصر والسعودية وتركيا معا. اللي بيقولوا هذا الكلام متفائلين للأسباب التالية. نمرة واحد، الرئيس أردوغان كان كل شوية بيهاجم مصر ويهاجم الرئيس السيسي ويهاجم النظام، تراجع دلوقتي، يعني مش زي الأول بقاله فترة طويلة جدا مهاجمش هو شخصيا بشكل مباشر وعنيف زي ما كان بيعمل قبل كده. في متحدث رسمي بيهاجم، في مسؤولين أقل بيهاجموا، إنما المستوى الرئاسي تراجع هجومه على الدولة وعلى رئيس الدولة. نمرة اتنين، لما سئل أردوغان هل توافق إن رئيس الوزراء أغلو يقابل الرئيس السيسي ويبقى فيه لقاء مصري تركي بهذا المستوى، إجابته برضو ما كانتش زي زمان، إنما إجابته كان فيها نوع من المرونة والتراجع، قال إن أنا لا أفضل ذلك، إنما قبل كده كان خطابه في منتهى القسوة. أيضا أنصار هذا الرأي وهذا التحليل بيقولوا إن أردوغان لما سئل أيضا عن لقائه مع الرئيس السيسي قال إنه لازم مصر تعيد النظر في أحكام الإعدام، إنما قبل كده كان بيقول عودة الدكتور محمد مرسي إلى السلطة، دلوقتي بيقول إعادة النظر في أحكام الإعدام. إذن في خطوات إلى الوراء بياخدها الرئيس أردوغان، البعض بيفسرها إن في نجاح محتمل للوساطة السعودية بيننا وبين تركيا، قد تسفر عن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر مناورات عسكرية في السعودية ويجلس إلى جواره الرئيس أردوغان. في كلام سمعته في الرياض إن هيبقى الرئيس السيسي وبجواره مباشرة الرئيس أردوغان، وطبعا هيكون موجود الملك سلمان اللي هو مستضيف هذا اللقاء أو رئيس الدولة اللي فيها هذه المناورات العسكرية. هل هتنجح الوساطة السعودية؟ ما هو ثمن ذلك بالنسبة لمصر وبالنسبة لتركيا؟ هل ممكن في وقت قريب جدا نشهد صورة مصافحة
بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ده موضوع رئيسي للنقاش في الأروقة السياسية في الرياض الآن. ثلاثة، ذكرى الراحل الكبير الأستاذ مجدي مهنا أيقونة قناة دريم والصحافة المصرية. الراحل الكبير الأستاذ مجدي مهنا من سنتماي مركز ميت غمر ده أهلية، وهو بدأ رحلة صحفية عظيمة ومجيدة من روز اليوسف للأهالي لغاية ما تألق في عموده اللي كان أفضل عمود في الصحافة المصرية في الصفحة الأخيرة في صحيفة المصري يوم، وهو أحد مؤسسي صحيفة المصري يوم، ثم كان نجاحه الكبير جدا اللي الملايين عرفوه من خلال برنامجه الشهير على قناة دريم. أيقونة في الموهبة، وأيقونة في القيم، وأيقونة في المبادئ والأخلاق، والكل يتذكر هذا الراحل النبيل العظيم بكل التقدير والاحترام. قناة دريم جزء رئيسي من شخصيتها، وجزء رئيسي من تاريخها، وجزء رئيسي من مكانتها لدى جمهورها، هو اسم الراحل الكبير الأستاذ مجدي مهنا. أربعة، الصومال قنبلة على الطائرة، كأنه فيلم سينمائي. في الصومال العاصمة مقديشيو، مطار مقديشيو الدولي، اتنين موظفين أو اتنين عمال قاعدين في المطار، الكاميرات أظهرت إن هم قاعدين معاهم لابتوب كمبيوتر محمول، وبعدين واحد جه اسمه عبدالله، عبدالله ده سلم على الاتنين، وبعدين خد الكمبيوتر المحمول اللابتوب وطلع بيه الطيارة. الطيارة طلع منين؟ من الصومال لجيبوتي، من مطار مقديشيو الدولي رايحة مطار جيبوتي. بعد 20 دقيقة من إطلاق الطائرة أو إقلاع الطائرة، 20 دقيقة بس، قاعد بقى عبدالله اللي هو إرهابي بينتمي لتنظيم القاعدة طبقا للحكومة الصومالية اللي اسمها حركة الشباب. حركة الشباب هي تنظيم القاعدة في الصومال. فهذا الشخص اللي هو عبدالله اللي بينتمي لتنظيم القاعدة قاعد باللابتوب في جنب الطيارة، الكرسي اللي جنب الشباك على طول. الكمبيوتر ده مفخخ، يعني قنبلة، عبوة ناسفة. بعد 20 دقيقة والطيارة في الجو انفجر الكمبيوتر، وانفجر مع عبدالله، ووقع من فوق من الطيارة. الطيارة حصل فيها حفرة كبيرة جدا، من الحفرة والطاقة اللي اتفتحت دي نتيجة الانفجار الشديد، عبدالله نفسه وقع بالكمبيوتر بتاعه على الأرض من الطيارة من فوق. والتفجير ده كان فوق خزان الوقود مباشرة. طبعا العناية الإلهية تمثلت في انه انقاذ كل الناس اللي كان المفروض ان عبدالله يموتهم كلهم. طبعا تفسير هذا الانقاذ انه الكمبيوتر لما انفجر وهو وقع بالكمبيوتر من الطيارة لتحت على الارض وتم العثور على جثته بعد كده، لما حصل ده ما انفجرش خزان الوقود، لو انفجر كان كل اللي موجودين ماتوا. الامر الثاني، قائد الطائرة الطيار ما كانش لسه خد السرعة الثابتة، وبالتالي يقدر فنيا بمناورات وكفاءة وطبعا توفيق الله في النهاية ان هو يقدر يرجع مرة تانية يعمل هبوط اضطراري، وده اللي حصل. كان لسه ما اخدش السرعة الثابتة بتاعته، لو كان اخدها كانت الطيارة برضو وقعت وكل الناس ماتت، انما لا خزان الوقود انفجر ولا الطيارة كانت في السرعة الثابتة بتاعتها، فالطيار قدر ان هو يرجع مرة اخرى الى المطار وإنقاذ كل الركاب ما عدا عبدالله اللي خد عقابه في الدنيا قبل الآخرة إنه وقع على الطيارة من فوق على الأرض. طبعا حركة الشباب لما تسمع الاسم حركة الشباب في الصومال تقول المستقبل، الأمل، التقدم، الصومال القادم، تقول دول ناس بيحاولوا يبنوا الصومال ويعملوا مستقبل عظيم. لكن للأسف تنظيم متطرف زي كل التنظيمات اللي عايزة ترجع الأمة الإسلامية للوراء، وهذا التنظيم بدل ما يفكر ازاي يخدم الجوعى واللي عطشانين واللي تعبانين واللي الفقر بياكلهم في الصومال، بدل ما يفكر انه ينقذ وطنه وبلده اللي كانت رائعه زمان. مقديشو زمان كانت من اجمل المدن، كانت حضاره وثقافه، وتتفسح في الصومال كانت من اجمل البلاد. دلوقتي الصومال ليس فيها شيء الا الفقر والا الجفاف والا سوء التغذيه وإلا الإرهاب. بدل ما حركة الشباب تشوف ده وترجع الصومال كما كانت أو تخليها خطوة للأمام
دولة رائعة وناجحة على ساحل المحيط الهندي، حركة الشباب كل تفكيرها وكل إبداعها في الخراب والدم، وآخر إبداعاتها إن كمبيوتر محمول، إن لابتوب يطلع بيه حد على الطيارة يحاول يفجر الناس كلها عشان تموت، فربنا يعاقبه هو إن هو يتفجر مع اللابتوب ويسقط من حفرة على الطائرة. اعترفت الحكومة الصومالية بأن الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي على متن طائرة تابعة لشركة دالو وأجبر على القيام بهبوط اضطراري في مطار مقاديشيو بعد إقلاعها بربع ساعة كان بسبب قنبلة، وكانت السلطات الصومالية قد أشارت في السابق إلى وقوع الحادث جراء مشكلة في ضغط الهواء بالطائرة. خمسة داعش روسيا، زي ما في داعش العراق وداعش سوريا وداعش كذا، دلوقتي في كلام داعش روسيا. النهاردة المباحث الفيدرالية الروسية ألقت القبض على سبعة، مجموعة إرهابية من سبع أشخاص، فيهم من روسيا وفيهم من دول آسيا الوسطى الإسلامية. السبعة دول كان عندهم معمل عشان ينتجوا فيه عبوات ناسفة محلية الصنع، علشان يفجروا إيه أكبر مدينتين، موسكو وسان بطرسبرغ، عشان يقدروا يفجروا المدينة الرائعة دي والمدينة الرائعة دي، مش يفجروها يعني يدمروها كلها، إنما يعملوا تفجيرات في مواقع في موسكو وتفجيرات في سان بطرسبرغ. الشرطة ألقت القبض عليهم، لقت المتفجرات ولقت مصنع عبوات الناسفة وعرفت جنسياتهم إن هم من روسيا ومن آسيا الوسطى وإن هم بينتموا إلى تنظيم داعش. كلمنا قبل كده إن رونالد ريجن زمان أسقط الاتحاد السوفيتي بحاجتين، واحد انه خفض سعر النفط، وروسيا كانت بلد نفطيه، الاتحاد السوفيتي بلد نفطي، فلما ينزل سعر النفط البلد تبدا تخش في ازمه اقتصاديه عنيفه. اتنين ان هو دعم المجاهدين الافغان اللي هم استنزفوا الدوله السوفيتيه. اوباما بيكرر ريجن زي ما قلنا قبل كده، اوباما ضرب سعر النفط بقوه شديده وبالتالي روسيا عندها ازمه اقتصاديه عنيفه. نمرة اتنين في داعش روسيا. داعش روسيا هي جزء رئيسي من داعش العالمية اللي موجودة في سوريا والعراق. في 5000 طبقا لإندبندنت، 5000 من مقاتلي داعش في سوريا والعراق من روسيا. هم هدفهم مش العراق ولا هدفهم سوريا، طبعا يدمروا الاتنين في السكة، لكن الهدف الرئيسي ان هم يرجعوا روسيا، فيبقى روسيا مرة اخرى عندها خفض سعر النفط، يبقى أزمة اقتصادية عنيفة، وعندهم بقى العائدون من داعش. فالنهاردة في خلية من داعش تم إلقاء القبض عليها في موسكو، كان بيتجهز لعمليات في موسكو وسان بطرسبرغ. عشان كده بوتين كلامه يتاخد باهتمام لما يقول إن موجود في سوريا من أجل الدفاع عن روسيا، لأنه في تقدير روسي إن داعش دي كلها هي بس شوية في المنطقة، احنا مش محتاجين وقت عشان المنطقة تتدمر، انما الاهم ان هم اللي عايزين بقى وقت الروس. فداعش بعد ما تخلص بقى العمليات الصغيرة اللي هنا تطلع بقى على روسيا تكون الجزء الثاني من اسقاط الدولة الروسية. اذا روسيا بتعترف اليوم بوجود داعش روسيا وخلايا داعشية في روسيا ولديها مصانع متفجرات، وانها كانت تعد لتفجيرات في موسكو وسان بطرسبرغ. ستة، شيخ المستقلين الحاج فكري الجزار. تاريخنا البرلماني المجيد كان فيه شخصيات عظيمة جدا، محمود القاضي، ممتاز نصار، علوي حافظ، إبراهيم عوارة، كان فيه ناس كتيرة جدا عظيمة في مجلس الشعب في السنوات الفائتة. من بين الشخصيات الماجدة في تاريخنا البرلماني الحاج فكري الجزار. والحاج فكري الجزار لما هنشوف دلوقتي مقطع بيتكلم فيه، شوف بقى الثقافة، شوف اللغة العربية، وشوف الخطابة، وشوف الفصاحة، عشان كده سمي الفلاح الفصيح. لابس جلابية وفلاح من قرية ضماط مركز أطور محافظة الغربية، إنما شوف بقى المستوى، شوف المستوى العلمي والثقافي والفكري لما يتناقش في موضوع التعليم أو موضوع العلميين أو العلم أو تطوير المناهج، ازاي بيتكلم. بنشوف دلوقتي كبار مسؤولين وكبار متعلمين وكبار اساتذه لغه عربيه صفر، مضمون فكري صفر،
بتدهش ان الناس دول في الاماكن ديت. لكن مصر اللي كان فيها ناس كتير متألقة بنلاقي فيها مستوى فلاح ومزارع لغة وثقافة وفكرا وحضورا بمستوى اسطوري. فكر الجزار كلمت حضراتكم زمان عنه، راح كوبا قابل هناك اسطورة الثورات جيفارا. جيفارا اتعرف عليه بقى اصدقاء. مرة جيفارا كان هنا بيقابل الرئيس عبد الناصر، فالرئيس عبد الناصر بيعرفه على اعضاء مجلس الامة بيسلموا على جيفارا. من مين اللي بيسلمه؟ فكر الجزار. فجيفارا ناداه باسمه قال له يا فكري. فده جيفارا اللي هو أيقونة الثورات، طبعا لنا نقاش بشأنه إنما بالنسبة للعالم أسطورة الثورات. فإنه يقابله مرة في هافانا في كوبا فيتعرف عليه فيبقوا أصدقاء، وهو مع رئيس عبد الناصر ياخد باله أن ده فكري الجزار. شوف قد إيه كان الشخصية اللي في مجلس الشعب المصري اللي فلاح مصري أصيل يلفت نظر العالم وأساطين العالم، تكلم لغة سليمة وانضباط وأداء مشرف. بنتذكر لما شفنا جلسة مجلس النواب إن احنا خسرنا كتير جدا برحيل عظماء كبار في تاريخنا البرلماني وعلى رأسهم ابن قطور محافظة الغربية الحاج فكري الجزار. المعلمين يجب أن يكون لهم كادر خاص، ولا ما كانش هنا ساعة ما كنت بتكلم بقى. أنا قلت يجب أن يكون المعلمين كادر خاص، العلميين يجب دول عقل مصر، العلميين دول عقل مصر، ويجب الاعتراف بأنهم عقل مصر، ويجب تكريمهم مش تطلعهم ما هو بيحلوهم على المعاش دلوقتي كلك بره. ليه؟ بيعملوهم على سن 65 يطلع بره. قال له في العالم كله دي خبرات، العلميين خبرات رأس مال، ما بددوه ما بيطلع ما عندهمش معاه. ان شاء الله يكون عنده 130 سنة ما عندهش معاه، بيتنوا يعطي لحد ما يموت. فأنا معاك. المناهج بقى رأيي في التعليم، المناهج المصرية في التعليم والبرامج المصرية في التعليم تفرض التخلف على الطلب. يجب ان توضع مناهج حديثة وبرامج حديثة. ليه؟ في ضوء علوم العصر وادوات العصر، علوم العصر وادواته. سبعة، وماذا لو قامت داعش بغزو السعودية؟ ده كلام جديد. الساحة السعودية، الساحة السورية، الساحة الإيرانية، الساحة العراقية، كل هذه المنطقة فيها جديد الآن. السعودية تحارب جنوبا في اليمن وقد تحارب شمالا في سوريا. تكلمنا قبل كده أن CNN قالت أن 150 ألف جندي سعودي هيدخلوا من تركيا إلى سوريا، وشرحنا ده على الخريطة. طيب لو راحت السعودية ودخلت بريا في سوريا، طبعا في تحديات لأن في روسيا موجودة قوة عظمى، ولأن إيران موجودة بشكل غير رسمي، ولأن الجيش السوري الموالي الرئيس بشار الأسد هو برضو جيش قادر على القتال في بعض المناطق بشكل قوي. ففي هذه الحالة تحديات كبيرة جدا. هل تركيا هتكمل هذا التحالف وتدخل بريا؟ هل الدعم الأمريكي دعم بجد؟ يعني هيقف بجد مع تركيا ومع السعودية في هذا الإطار، ولا هيدخلهم هناك وبعد كده يبيعهم في منتصف الطريق ويبقوا هم دخلوا بدون دعم حقيقي من قبل أمريكا؟ يبقى الروس في المواجهة دلوقتي. الروس بيقولوا إن إذا السعودية دخلت سوريا بدون طلب من الحكومة السورية يبقى غزو. طب ما هي روسيا موجودة، روسيا تقول لك احنا موجودين كروس نتيجة إن في بشار الأسد والحكومة اللي موجودة رسميا في سوريا طلبت من روسيا إنها تتواجد. لكن السعودية وتركيا يعتبر غزو لأن هم ما فيش طلب رسمي من الحكومة أنهم يدخلوا هناك لمحاربة الإرهاب أو غير محاربة الإرهاب. الموضوع بيتوسع، إيران بتهدد، سوريا بتقول هيرجعوا في صناديق، داعش بتقول بقى كلام جديد. داعش بتقول طيب نفترض أن السعودية هي بتهدد السعودية، فداعش بتهدد السعودية وبتقول طيب لو السعودية راحت بقوات كبيرة 150 ألف مقاتل راحوا سوريا، طب هم هيتصرفوا ازاي لو احنا استغلينا كداعش ان الجيش السعودي جزء كبير منه موجود في سوريا
ودخلنا احنا على سوريا، عملنا دخلنا احنا على السعودية مرة اخرى. هتعمل ايه السعودية لو قوات كبيرة منها جيش موجود في سوريا، واستغلينا ان جيشها خارج اراضيها اللي في سوريا واللي في اليمن، وفي هذه الحالة جبهة داخلية ضعيفة، فعملنا اختراق ودخلنا من الانبار على السعودية وخدنا مساحة من السعودية لداعش، يعني تمديد داعش من العراق الى داخل السعودية. ده مجرد تهديد، انما بيوضع في الاعتبار اثناء التخطيط. على الخريطة بشكل بسيط للغاية، الحدود السعودية العراقية كده، أدي العراق وأدي السعودية، فدي حدود مشتركة. داعش بتقول إيه؟ السعودية بقى بتحارب جنوبا وهتحارب هنا في سوريا شمالا، هيستغلوا بقى إن في جزء كبير من الجيش هنا، و150 ألف رقم مش قليل، جيش ضخم هيكون موجود هنا، يعني جيش السعودي خارج أراضيه في سوريا بعيد، وجيش سعودي خارج أراضيه في اليمن بعيد، يستغلوا ده هنا الأنبار، المنطقة دي اسمها الأنبار، فداعش هيخش من الأنبار ياخدوا أجزاء من السعودية، فيبقوا توسعوا وبقت في منطقة داعشية سعودية. لو حصل إن الجيش السعودي هنا وهنا، هيعملوا إيه لو إحنا قررنا الغزو كداعش لهذه المنطقة عبر الأنبار؟ ده تهديد تنظيم داعش، وده معناه إن الوضع بقى معقد جدا. زي ما قلنا، انت كل يوم محتاج تعمل رسالة دكتوراه كل يوم علشان تفهم الوضع هناك، بقى معقد للغاية للغاية. وللأسف ان القوى العالمية بتدفع الى حرب مذهبية سنة وشيعة، والى حرب داخل المذهب الواحد سنة وسنة، اخوان وسلفيين واخرين. اخطر ما يهدد الامة العربية والاسلامية ان تغرق في اوحال الحروب الدينية. وفاصل ونكمل. القوة الناعمة المصرية عودت نجاة الصغيرة كل الكلام. كل الكلام أغنية لنجاة الصغيرة من كلمات الشاعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبمودي، بتغنيها نجاة الآن بعد انقطاع طويل. نجاة الصغيرة من ركائز القوة الناعمة المصرية في الموسيقى والغناء، من ركائز القوة الناعمة في الفن المصري. نجاة هي أخت سعاد حسني، وقبل كده لو فاكرين الطبعة الأولى زمان قلت لكم إن نجاة كلمتني أكتر من مرة، وكانت حزينة جدا للكلام اللي بيتقال على أختها سعاد حسني، هو كلام غير دقيق على الإطلاق. نجاة صوت رقيق للغاية، الأستاذ عبد الوهاب، بليغ حمدي، الموجي، مكاوي، كل دول كانوا معجبين جدا بصوت نجاة. نجاة كانت ذكية جدا، تعرف الناس المثقفة والناس اللي لهم مكانة فكرية. فنجاة تعرف مأمون الشناوي، كامل الشناوي، بتعرف فكري أباظة، تعرف محمد التبعي، كل الناس اللي هم مثقفين ولهم مكانة فكرية بتتعلم منهم وتزداد منهم، وبتقول إن هي خلتهم مستشارين ليها بتاخد آرائهم في أغانيها وفي مستواها الفني. بدأت بتقليد أم كلثوم، لكن بعد كده كانت هي واحدة من جيل الرواد، وردة وشادية وفيروز وصباح، كل ده كان جيل صعب جدا في المنافسة، إلا أن كل هذا الجيل نجح. الرئيس عبد الناصر منحها وسام مهم جدا، كان من جمهورها الملك حسين، الرئيس بورقيبة رئيس تونس، والرئيس زين العابدين بن علي رئيس تونس، إن كان في ملوك ورؤساء من جمهور نجاة الصغيرة. نزار قباني كان شديد الإعجاب بيها، بيقول الشاعر العربي الكبير نزار قباني، بيقول إنه كان بيقرأ له أو معجب بآلاف لما نجاة الصغيرة غنت قصائد نزار القباني، أصبح معجبيه بالملايين حسب قول نزار قباني. نجاة الصغيرة الرائعة تعود إلينا بأغنية جديدة، كل الكلام من كلمات الأبنودي، ده خبر رائع يخص تجديد دماء القوة الناعمة المصرية بواحدة من أساطين الفن المصري. آخر حفلاتها، من وقتها ما عملتش حفلات كتيرة، إنما ترجع بهذه الأغنية، كانت في قرطاج، واستقبلت في تونس استقبال أسطوري مهيب، وآلاف المعجبين اللي كانوا موجودين كانوا كلهم في انتظار نجاة. الآن كل جمهور نجاة في انتظار كل الكلام.
القوة الناعمة في مصر، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.